لا تنظر إلى أفعال الناس وأخطائهم في تطبيق دين الله سبحانه وتعالى وتقول أن هذا دين الله كما يريده الليبراليين والعلمانيين. يريدون أن يبينوا أن دين الله جل وعلا هو أخطاء الناس وأخطاء من ينتسب إلى الدين، هذا هو دين الله. لا، دين الله جل وعلا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه أصحابه، وهو خير ما يكون للمرأة. جعلها ملكة في البيت، يسعى الجميع ويكدحون للنفقة عليها وسترها وعفافها ورحمتها. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم، عظم الله جل وعلا منزلتها، وجعل الزوجة يعني الإحسان إليها بمنزلة عظيمة، فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات والأخوات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. ووصانها الله سبحانه وتعالى في بيتها، وجعل بيتها خير لها من المسجد، من بيته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أعف إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان. فأراد الله سبحانه وتعالى لها العفة والرحمة، مخدومة، تجلس في البيت تخدم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. من أجل إيش؟ في المسجد. من أجل إيش؟ من أجل قربه من النساء. وخير صفوف النساء آخرها في المسجد هذا، وشرها آخرها وشرها أولها. من أجل إيش؟ من أجل قربه من الرجال. وهؤلاء الضلال الذين كثير منهم جهلة، وبعضهم رؤوس ضلال، يريدون أن يغوون الناس، يريدون تقارب الرجل والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، إيش قال الله جل وعلا فيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم، كما في الصحيحين، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أخو الزوج؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، هذا إذا كان أخو زوجها لا تقرب منه ولا يدخل عليها، فكيف بغيره من الغرباء؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه رحمات الله سبحانه وتعالى، رحمات الله سبحانه وتعالى التي أنزلها للناس وللخلق، وهو اللطيف الرحيم. إذا أيقنت بمعرفة الله وبأسمائه وصفاته، أيقنت أن أحكامه جل وعلا لا تكون إلا أعظم الخير للناس، وفي مخالفتها أعظم الشر. ولذلك لو جاءنا أعقل الناس، بل أعلم الناس بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في المرأة أو في غيرها، قلنا له: أنت أكذب الناس، تدعو المرأة إلى خلاف ما أمرها الله سبحانه وتعالى به، هذا هو أكذب الناس وأضر الناس بالناس، الذي يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا أحسن لكم من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اعتقد ذلك كفر. من اعتقد أن حكمه هو أو حكم غيره من الخلق أفضل من حكم الله جل وعلا، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا من نواقض دين الإسلام.